مساء النهار، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير على خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا، اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم مع لي فيديوهات اللي كنحط لكم، وكذلك على رسائلكم الزوينه وكلامكم الحلو واللي كتقولوا في حقي فغيم، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. قد ما غدا نشكركم، قد ما غدا نوصف لكم، فيعجز اللسان عن التعبير. وكذلك انا كنفرح فاش كنلقى رسائلكم زوينه وكنلقى التفاعل ديالكم، ففغيم شكرا لكم بزاف بزاف. وكذلك شكرا على النصائح ديالكم اللي كتنصحوني، فانا كندير بها بزاف ديال النصائح وصلوني، بزاف ديال الحوايج كيقولوهم. بالعكس انا اي حاجه كتبتوها تحت الفيديو والله العظيم ما كنتقلق منها، وشي حاجه اللي كتكون مثلا تقدر تشوفوها نتوما من نظره، يعني النظره ديالكم بجهه ومن النظره ديالي انا في جهه اخرى، ولكن فكلامكم هو الكبير لانكم نتوما اكبر مني وعارفين مصلحتي. فهذه الحاجه زوينه انكم تنصحوني، وانا طبعا فريمون والله العظيم يعني بلا نفاق بلا كذب، فانا صراحه كندير بالنصائح ديالكم. بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال النصائح قلتوها، بزاف ديال الاخوات تواصلوا معايا في الانستغرام، سوكي ما ديريش هادي، سوكي ديري هادي، سوكي ما بقاش ديري هاد العاده هادي، ديري هادي. فالحمد لله كنستافد منكم وانتم كذلك كتستافدوا معايا. ف كاين واحد النقطه اخرى، انه صراحه هذه انا من راسي ما عجبانيش، هو انه كتقولوا لي التصوير ديالك ما زوينش، وكذلك المونتاج حاولي تحسني منه. فان شاء الله ان شاء الله انا كنوعدكم انه ان شاء الله باذن الرحمن غدا نحاول نحسن من التصوير ديال الفيديوهات، وكذلك غدا نحاول ندير لكم مونتاج زوين باش نتوما يعجبكم وتستافدوا معايا بزاف ديال الفيديوهات. لانه سكينه ولا ساكنه فلوق فهي ما كتحتصرش فقط على روتينات وعلى هاد الخرجات اللي كتخرج لي فلوق اللي كدير. فسكينه ولا ساكنه قناه ساكنه فلوق، فطبعا كاينين بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المفاجات غدا نبارطاجيهم معكم. فقط كنتسنى الوقت المناسب ان شاء الله باذن الرحمن وغادا نديرهم. عندي بزاف ديال السلسلات في دماغي باغا نطبقهم، عندي بزاف ديال الحوايج غادا نديرهم معكم. وكذلك نتوما الا عندكم شي نصائح ولا عندكم شي افكار، طبعا الا بغيتو تبارطاجيهم معايا ابي غون بليزير، فما عليكم الا تخليو ليا التعليق ديالكم تحت الفيديوهات، اولا تواصلوا معايا عبر الانستغرام اللي غتلقاوه هنايا، وكذلك غتلقاوه في صندوق الوصف. بالنسبه اليوم السبت، زوجي يلاه جي من الخدمه وانا يلاه جيت دابا شي ساعه باش جيت، فقلت بغدا نوجد العشاء. ف عائله راجلي شيخي ولوسي فاش وجدت العدس، هذا اسم العدس، شربات العدس، وجدت لهم داك الحيمات والروز وداك الشيء. صراحه عجبتهم الماكله وخصيصا عجبتهم الشوربه، هما كيحماقوا على الشوربه. فقال لي لوسي عافاك سكينه ديريها، قلت صافي خلاص ان شاء الله الا بغيت نديرها تصور معايا فيديو. قال لي ماشي مشكل، فهو مع الاسف مريض الله يشافيه يا رب، ضربوا البرد. فقلت لي مالا انني اليوم غادي ندير ان شاء الله باذن الرحمن شوربه العدس، وكذلك غادي ندير شي حوايجات اخرين. فما عليكم كملوا الفيديو تالاخر باش تكتشفوا شنو غادي ندير، شنو غادي نوجد الحداقه عاوتاني، لان انا كالحداقه كتجينا عن نهار السبت والعكس كيشدني من وسط السيمانه. ما علينا، يلا خلونا ندوزوا المقادير او طريقه التحضير، وما بغيتش نطول عليكم نهضر بزاف. قولوا لي سكينه يلا بداي الفيديو، يلا ما علينا يلا نمشيو. الثانيه هي المانتي. شنو هاد المانتي؟ اول حاجه باش بديت درت حطيت طنجره درت فيها الماء، غادي نخلي الماء حتى يغلى وغادي نوجد معكم المانتي. شنو هو المانتي؟ المانتي هي اكله تركيه سمبوفو، وغادي تكونوا بالنسبه للاجانب اللي جاوا تركيا، طبعا الا مشاو للمطاعم تركيا غيلاحظوا هاد الاكله هادي. وشنو هاد المانتي؟ كيفاش كيتصنع هاد المانتي؟ وشنو هو بعدا المانتي؟ هو هذا بالنسبه حاليا كيتباع في الماركت، في
بيم في شوك في كارفور في ايوز بير بالنسبه للماركتات هنايا في تركيا. المانتي بالنسبه للنساء التركيات هما كيقاد يعني النساء التركيات كيقادو بيديهم، كيتكون من عجينه يعني الماء والدقيق والملح وكيبركوا الارض، كيجمعوا اكثر من مره بالنسبه للعائله ديال الباديه وللعائله حتى هنا في المدينه. هو خاصو يتقاد مع الملمه ماشي بوحدو لانه كيستغرق الوقت وكياخذ وقت في الخدمه. كيجمعوا النساء مثلا في دار سبت ولا حد ممشين شي كيختاروا شي يوم من الايام كيبركوا بحال هكا كيوجدوا العجينه ديالو. كما ذكرت لكم المكونه ديالها راهم ساهلين اصلا، دخلوا لليوتيوب كتبوا كيفيه طريقه صنع المانتي وغتبان لكم الطريقه في اليوتيوب. وكيبركوا هكايا وكيوجدوا واحد الطبله كبيره كيسرحوا العجينه مزيان وكيبداو يقطعوها هكا على شكل كروات صغارين وكيبقاو يهزوا كيضامو وكيشدوا الحشوه على وهي هذا المانتي. واش مضغط منه اللحم والكفته، يعني داك الكارو كيكون صغير وكتكون تيتو نقول صغير وكتكون وسط منه شويه نتيفه ديال الكفته وكيجمعوه هكا كيقرصوه. تخيلوا معايا تشدوا واحد المثلث ويربي مربع على شكل مربع، اعتذر مربع، وكتجمعوه من الجناب بحال هكا وكياخذ كيستغرق الوقت بزاف. وبالنسبه للنساء ديال هذا الجيل هذا انا وحده منهم، فولينا كناخذو جاهز. خديتو هذا من بيم وعندو طريقه صراحه هو بنين. بالنسبه هنا الاطراف كيديروا بالنسبه للصوص ديالو كما غايقولكم هنا كيديروا فوق منه اليوغورت وكيديروا فوق منه لاصوص مطيشه. صراحه هو بنين. من الحاجه اللي ما كتعجبنيش فيهم انهم كيديروا فيها الثومه، لابد من هاد المانتي وتكون فيه الثومه، فانا ما كنبغيش الثومه، عارفه فيها فيتامينات وهذاك الشيء فوائد، ف صراحه كتخلي ريحه كريهه اعتذر. فحبيت انني في هذا الفيديو هذا ان نشرح لكم شنو هو المانتي باش باش نوريكم كيفاش كيكون. صراحه هو كيستغرق الوقت بزاف باش يقادو، ف حنا ما عندنا الوقت حتى باش نبداو الماكله من قادر خلينا ندو هذا المانتي. انا غنوريكم اي شوفوا كيجي مربع وكيجمعوا وسط منه الحيمات. سيود دابا ولات كتبع واحد الدائره فيها مربعات كبيره، هي دائره كترحي العجينه وكتحطيها طبيعيها وكتبدي تعمر وتلوي، يعني الحمد لله كلشي تطور. فصراحه الحاجه صنع ديال الايد احسن وسميتو هوايا. ودابا غنبدا بالطريقه ديال التحضير ديالو، هي طريقه سهله جدا، يعني ما كتستغرقش الوقت. بالنسبه للمانتي شنو اللي كيستغرق الوقت؟ هي الخدمه ديالو، هي هذه الخدمه ديالو. اما الطياب ديالو ما كيستغرقش الوقت بزاف، كانك عندك لي بات وخاصك هذا لي بات وغادي توجديهم. بعد ما كيغلى الماء بحال هكا انا غادي ندير هذا الساشي كامل وغادا نسديه باش نعرفو طاب. الحبه ديالو كتكون صغيره وكيولي بحال العجينه وكيبدا يتحل صافي. ديك الساعات كنجبد وحده ندوقها بحال لي بات، بحال لي بات كتكون صغيره هكايا وكتحل بحال هكاك المانتي. من بعد فاش غايتها بليا فديك الساعات غنبارطاجي معكم الطريقه ديال لاصوص كي كان، ومازال باقي خاصو يتحل اكثر من هكا، باقي ما طابش مزيان. كيف عليكم شنو خاصو يطيب اكثر من هكايا. زدت ليه شويه زيت باش ما يتلصقش، نسيت ما قلتهاش لكم، ثلاثه معالق ديال الزيت باش ما يتلصقش لينا. ودابا بالنسبه للسوتلاج ولا تحليه السوتلاج، عندي هنايا نص كاس ديال الرز، رز عادي، ثلاثه
نحطها لهنا مع جوج كيسان ديال الماء. كاينين شي بنات في التعاليق قالوا لي واش كتخدمي بيدك اليسرى؟ انا كنخدم باليد اليمنى، ولكن بالنسبه لكم نتوما كمتتبعين غيبان لكم كنخدم بيدي اليسرى، ولا اي حاجه خدمتها كنخدمها بيدي اليسرى، لا بالعكس انا كنخدم بيدي اليمنى، انا اليد اليسرى ما كنعرفش نخدم بها بالمره. كما قلت لكم عندي نص كاس ديال هذا ديال الرز مع جوج مع جوج كيسان ديال الماء، وغنخلي الرز حطيت مزيان على خاطرو، ومن بعد غادي نكمل معكم المرحله ديال السوتلاج. واش اللي كيجاني كيجاتني السده ديال خالتي سيرين، خالتي سيرين كانت كدير بحال تشدها هذه المشكله، انا راسي داير بحال البيضه والزيف كيتملص، ما عرفتش انا التركيه علاش كدير الزيف وكيبقى لاصق على الراس، انا ضروري خاصو ينزل خاصو يطيح ما عرفتش. المهم خليكم معايا ما تنساوش كملوا الفيديو من الاول للاخر. البنات بعد ما الرز ديالي طال كما يبان لكم كيطيب الرز، انا غندير ايطرو ديال الحليب، صراحه نقص منه كاس ايطرو ديال الحليب. بهذا ايطرو ايطرو ديال الحليب مع فانيا. بعد ما كيطيب الرز كديروا معاه ايطرو ديال الحليب وفانيا وحده بحال هاد الشكل، وكتحركوا مزيان وكتخليوه عاوتاني يطيب. بعد ما يغلى لكم الحليب شنو كتبغي لكم شنو غيدير فيه. بالنسبه للشوربه ديالي راني طحنتها راه واجده. بالنسبه للمانطيح حتى هويا شالالي عافيه بسيطه باش خفيفه باش الماء ديالو ينكح، ومن بعد غادي نوريكم بعدا نكمل معكم السوتلاج كيفاش غادي ندير له. البنات ودابا عندي هنا نص كاس ديال الحليب مع ثلاثه المعالق ديال النشا. بسم الله الحليب ديالي راه هو كيغلي. وغنبدا نحرك فيهم مزيان، من بعد هانتوما الحليب طاب غيفيت. المهم اجو معايا هنا 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 هنا, هنا, هنا فين كاين اللعبة. عندي كاس ديال السكر سوف اضيفه وغادي نحرك. وتوا غادي نزيدو وغنبدا نخلط هكايا واحد ثلاثة دقايق تقريبا نطفي عليه، وديك الساعة غيكون السوتلاج ديالنا واجد. البنات دابا السوتلاج ديالي راه واجد. شوفوا كيما يبان لكم هكايا، وانا وجدت هاد السينية هادي درت فيها الماء، وعندي هادو ديال الطين لانني هاد السوتلاج هذا غادي ندخلو في الفران، كندير الفران وكندير الثلاجة، فانا قلت ندير ديال الفران احسن. بسم الله غنبدا نعمر هاد الطويبات ديالي حتى نكمل الكمية كاملة، لأن صراحة هاد السوتلاج كيجي واعر 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 واعر. السوتلاج ديالي راه واجد، دخلتو دابا للفران كيما كيبان ليكم، وبسم الله غادي نتسناو حتى يطيب، غنشعل الفوق والتحت وغندير على درجة 180. البنات هنا درت شوية زيت مع شوية لاصوص ديال المطيشة وزدتها شوية الماء، نحرك هنا غنبدا نزيد شوية العطرية شوية ديال التحميرة. للطودة حنا غادي ندير كونتيتي قليلة بالنسبة ليا أنايا، لأن راجلي جا صاحبو وغيتعشاو مجموعين لوسي وبابا
وراجلي وصاحب راجلي غيتعشوا مع بعضياتهم. فانا الشوربه هبطتها اليوم لتحت خليتها شويه هنايا باش غدا نتغداو ونشوفوا شنو نديروا. فما بغيتش نهبط صراحه، نخلي الرجال مع بعضياتهم. لا اما يا قال ما انت جاتنا عبي جانا اي قال بس انا كوي جان يوكس سي اشدا اشدا دون دار دور دور جيت ما جيت ما انا سنه فيرجن باي انا ديل انا يعني بان اول انا ماش قال انا شيء اشاي دون دار تمام ما بو ني بو مانت انا مانت ايفت استاسن سوسلو بان كيم يجيك بان سوسلو يابين ها اولو تمام ني بيداش فلان تمام نيسا انا اشاي دون دار. وهاي هذا اليوغورت، اليوغورت درت معاه شويه الملحه ودبايا هذا الصوص اللي وجدت بي وهذا هو الطبق يت يوم 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 يوم. شوفوا نقرب لكم شو كيجي كيحمق كيحمق يا لالا كيحمق الناس. تشوفوا الصوت لاش كيجا كيجي كي حماق. لا تخلوني انا خد صوره. المهم خلونا نتذوق. شوفوا 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 شوف. حلو في النكهه ديال الفاني والنكهه ديال الطياب. يا سلام يا سلام. شوفوا شوفوا سيروا جربوه والله ما تندموا فريمون واعر. المهم حبابي وامهاتي كان الفيديو هو هذا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ولا بغيتوا شي وصفه نعاودها في الفيديو ما كاين شي وصفه نعاودها في القناه ما كاينش مشكل. بالنسبه للسوطلاج سيروا جربوه، بالنسبه للشوربه سيروا جربوها، وبالنسبه للمانطي حتى هو سيروا جربوه راه فريمون كيجي بنين ولذيذ. انا الطبسيل اللي حسته كامل كليته فريمون كان فيه جو. المهم حبايبي اخوتي كان هذا هو الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلايك بالاشتراك بالبارطاج مع الصحاب والحباب، وكذلك دخلوا الحساب الانستغرام ديالي سكين الناسيمي غتلقاوه هنايا ولا غتلقاوه في صندوق الوصف. غنقول لكم الله منتون، ومن هنا لهين نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.